طيب هاد العملاء وهاد ضباط السامون المؤثرون لهاد الخراب ديال المغرب الان، نعطيكم بعض الاسماء. كولونيل في جيش الحرب الصهيوني اسمه جابرييل بانون، الذي شارك في العدوان الثلاثي على مصر 56، كان ديريكتور ادجوان، الشخص الثاني في الطيران الحربي الاسرائيلي، مقيم بيننا هنا على انه صحفي منذ سنين، وعنده كرونيك يوميه في لوكس راديو، ويستقبل نخبتنا بمن فيهم النخبه اللي مفترض فيهم ان البعض منهم محترم، ولا يجد غضاضة ان يكون ضيفا على برنامج كولونيل في جيش الحرب الصهيوني. اسمه جابرييل بانون في لوكس راديو. هناك ديفيد انكافا، هنا ديكيزي على انه مرشد سياحي، يدخل البرلمان متى شاء، يدخل حتى المستويات اخرى، يمشي يجلس مع وزراء ويجلس مع برلمانيا ورؤساء رئيسي المؤسستين، ويمشي ويدير العالم الصهيوني في الكتبان الرمليه ديال مرزوقه، ويمشي تيعلم ولادنا ما لا نستطيع ان نتحدث عنه الان على الاقل، ويجي هنا يستقبل وتفتح له الابواب، يستقبل وزير الحرب الصهيوني الذي احرق الاطفال في مبنى الامم المتحده في لبنان، جريمه قانا الاولى، يستقبل في البرلمان بكعب الغزال واتاي بالنعناع، وملي طردوا هذا المناضل المقاوم البطل الذي شرف المغرب سي عبد الحق حسان، هذا الرجل ربما لو كان وضعناه في الميزان وضعنا دوك النواب كلهم في الميزان غادي يرجعهم هذا الرجل هذا. لما طرد من البرلمان قامت القيامه وقال خصو يتبع هذاك حسان اللي قالت هادشي هي مديره اعمال الحاخام ابراهام كولين التي تفتخر انها صحفيه ايها الاعلاميون الزملاء الاعلاميون وكنت زميلا لكم لسنوات بانها صحفيه في اسرائيل 24 في موقع اسرائيل 24 وان هذا حسان خصو يتبع وتحركات المتابعه ضد حسان كما قال جندي جرح سنة 73 جندي في جيش الحرب الصهيوني وربما يكون قتل شهداء مغاربة في حرب 73 أقصد سيمون ساكيرا بأنه خاص توفيق بوعشرين تعتقلوا غادي نوريو البابا وما هي إلا أيام أو ربما ساعات تعتقل توفيق بوعشرين أندري أزولاي من موقعه الحساس كمستشار للملك يشرف على هذا الاختراق الصهيوني وتهديد البلد ووحدته وتماسكه الاجتماعي سام بن شتريت يفتخر في حوار له مع احدى القنوات في الكيان الصهيوني على انه المدني الوحيد في الكيان الذي قاد كوكبة من ضباط الموساد في مهام خارج الكيان ويتحدث عن رحلته المكوكية 39 مرة إلى المغرب وهناك تفاصيل ليس لدينا الوقت لنقول